شعبة الإعلام الإلكتروني في قسم الإعلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة يقدم أسرار رمضانية. أسرار رمضانية برنامج يومي تشاهدونه على طوال أيام شهر رمضان المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقيكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج أسرار رمضانية، ولا نزال نعيش في ذكرى مصاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا نريد أن نخرج من دائرة قضية شهر رمضان وكون هذا الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا بشهر رمضان وهو أحد أسرار شهر رمضان. كلام رسول الله السابق الذي ذكرناه في حلقات سابقة في نفس الخطبة التي خطب رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين بها في ذات يوم، والتي ينقلها لنا الإمام الرضا سلام الله عليه، ويذكرها الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا. هذه الخطبة البليغة التي عدد بها رسول الله صلى الله عليه وآله جملة من أهم أعمال هذا الشهر وفضائله الشريفة، إلى أن وصل الكلام إلى قول أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال، فأجابه رسول الله على أن أفضل الأعمال هو الورع عن محارم الله، ثم يعدد رسول الله مصيبة من أعظم المصائب التي جرت على التاريخ، ألا وهي مصيبة فقد أفضل الخلائق بعد رسول الله وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهذا الأمر ليس مدعى، وإنما بصريح كلام رسول الله ومن أوضح أدلته خطبة أو يوم الغدير وحادثة الغدير التي اجتمع في ذلك اليوم آلاف مؤلفة من المسلمين وهم يسمعون كلام رسول الله، حينما يقول رسول الله لأمير المؤمنين: يا علي، أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الآن مصيبة من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أمير المؤمنين، يبدأها رسول الله بالبكاء على أمير المؤمنين، ثم يسأل رسول الله عن سبب البكاء فيذكر رسول الله سبب البكاء، ثم يقول ويذكر من هو القاتل وهو أشقى الأشقياء. سائل يسأل: ما هو الشقاء وما هي السعادة؟ الشقاء والسعادة هما ضدان وحالتان تكونان في نفس الإنسان، ربما تكون إحداها فتكون الأخرى بعد ذلك، أو تزول الأولى فتكون الثانية، فلا يمكن أن يجتمعان في شخص واحد، كما أن الليل والنهار لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد، هكذا السعادة والشقاء لا يمكن أن يكونا في شخص واحد في وقت واحد. لا يمكن أن يكون الشخص هو شقي وبنفس الوقت سعيد، أو سعيد وبنفس الوقت شقي، لا بد أن يكون إما شقيا وإما سعيدا. ما هي السعادة وما هو الشقاء؟ هذا موضوع طويل لا يمكن أن يوجز في دقائق قليلة من هذا الوقت وهذا البرنامج، إلا أن سوف نحاول أن نذكر بعض هذه الإشارات وهذه اللطائف من كلام الأئمة سلام الله عليهم. رواية عن رجل اسمه محمد ابن أبي عمير يقول: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليهما عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن السؤال ما هو؟ السؤال كما أنتم في أذهانكم ربما يدور هذا السؤال، وهو: من هو الشقي ومن هو السعيد؟ ما هو الشقاء
وما هي السعادة؟ هذا السؤال دار في ذهن أحد الناس في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، وفي زمن الإمام الرضا سلام الله عليه، وفي كل الأزمنة، وكذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القول. إذن هذا الرجل ابن أبي عمير يسأل الإمام أبا الحسن موسى بن جعفر عن قول رسول الله الذي قاله في يوم من الأيام. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. فقال الآن الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر يذكر بيان قول رسول الله عن معنى الشقي ومعنى السعيد. قال: الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء، يعني يعلم أن فلان من الناس سوف لا يوفق للخير، سوف يوفق أو لا نقول يوفق، وإنما سوف يسلك طرق الشر، فيقتل فلان ويسرق فلان ويعتدي على فلان، هذه طرق الشر، فهذا سوف لا يكون من الموفقين لأعمال الخير. الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء. قلت له، هذا السائل يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه، قلت له: فما معنى قوله صلى الله عليه وآله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ وكأنما السائل يريد أن يدفع شبهة الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله، أو شبهة الاختيار أو التفويض الذين قالوا إن هذا الإنسان مفوض إليه كل شيء فهو يستطيع أن يدخل إلى الجنة وإلى آخره. هذه قضية ليس في محلها الآن، لا نريد أن ندخل في هذا القول، وإنما نذكر بالقاعدة التي ذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه في يوم من الأيام، حيث قال: لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين. يعني مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أن الإنسان ليس مجبورا على فعل الخير، كما أنه ليس مجبورا على فعل الشر، وإنما كما يقول القرآن: إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. كل ييسر إلى كل شيء، طريق الخير موجود وطريق الشر موجود. الآن الذي يزور الحسين سلام الله عليه، لماذا يأتي ويزور الحسين؟ أليس هناك مجال آخر فيذهب إليه؟ طبيعي هناك مجال آخر، وباختياره أن يذهب إلى الملاهي والمراقص والعياذ بالله، ولكنه ترك ذلك الأمر مع كونه بمقدوره وبإمكانه، ولكن اختار طريق الخير، فهذا من السعداء. وهناك من لا يختار هذا الطريق فيذهب إلى تلك الطرق الملتوية وتلك الأساليب الشيطانية، فهذا من الأشقياء. فكل يعمل إلى ما يسر له، يعمل إلى ما يمليه عليه ضميره، يعمل إلى الأمر الذي يريده الله عز وجل منه. فإذا كان عاملا في طريق الخير هذا من السعداء، وإذا كان عاملا في طريق الشر هذا من الأشقياء. تتمة الكلام: قلت: فما معنى قوله صلى الله عليه وآله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه يجيب عن هذا السؤال الآخر، فقال: إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه. الغاية التي خلق الله عز وجل الجن والإنس لأجلها هي العبادة. خلق الجن والإنس ليعبدوه، ولم يخلقهم ليعصوه، لم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيسر كلا لما خلق له، فالويل لمن استحب العمى على الهدى. يعني طريق الخير موجود وطريق الشر موجود، فالإنسان الذي يختار طريق الخير يكون من السعداء كما قلنا سابقا، والإنسان الذي يختار طريق الشر يكون من الأشقياء. فهذا الذي يختار طريق الشر
هو يكون من الأشقياء. وهذا الذي وجدناه في قول الإمام الصادق سلام الله عليه، وكذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله حينما وصف قاتل أمير المؤمنين بأنه أشقى الأشقياء وأشقى الأولين والآخرين. وأي شقاء أشد من شقاء ذلك الرجل الذي عمد إلى أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل بعد رسول الله وهو أمير المؤمنين، فضربه على رأسه فحتى قتله. هذا الشقاء بعينه، وهذا هو أصل الشقاء. لذلك عبر عنه رسول الله بأنه أشقى الأولين والآخرين، يعني إذا بلغ الشقاء إلى مرتبة لا يمكن أن يبلغ إلى المرتبة التي بلغها هذا الرجل الشقي، وهو نعم قاتل أمير المؤمنين. ألا لعنة الله على قاتل أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، يا ليتنا كنا معك فنذود عنك هذا اللعين المقيت. اللهم بمحمد وآل محمد، اجعلنا مع محمد وآل محمد، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا وقلوبنا عامرة بمحبة علي بن أبي طالب، إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.